أمير الكويت في حالة صحية حرجة، تفاصيل تكشف عن مرضه. صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قد دخل المستشفى صباح اليوم أثر وعكة صحية طارئة ألمت بسموه لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية. وكتبت وكالة كونا نقلاً عن وزير الديوان الأميري الكويتي أن الأمير الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم إلى جانب إجراء فحوصات طبية، مؤكداً أن حالته الصحية مستقرة. وفي سياق منفصل، كان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة فوز بلادي باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030. وأعرب أمير الكويت في بركية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن خالص تهانيه بهذا الإنجاز الذي يجسد المكانة الدولية الرفيعة والمرموقة التي تحتلها المملكة العربية السعودية، وبقدرتها على تنظيم هذا الحدث الدولي المهم بكل جدارة واقتدار، وذلك لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة تؤهلها لذلك، وبفضل البنى التحتية فائقة الحداثة والعلاقات الطيبة التي تجمعها مع البلدان والشعوب والثقافات كافة. من لوحت مثل الفلك.